ونتابع مشاهدينا الكرام الآن على الهواء مباشرة من منهاتن بنيويورك محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة الجنائية، حيث يواجه تهما جنائية تعود لعام 2016. كان الرئيس الأمريكي السابق قد وصل مساء اليوم إلى مقر المحكمة والواقع في جنوب جزيرة منهاتن، حيث سيبلغه القاضي رسميا بالتهم الموجهة إليه. ووفقا لمصادر إعلام أمريكية، تم أخذ بصمات أصابع ترامب وتم تصويره جنائيا. ووصف ترامب المحاكمة بأنها اعتقال من الحزب السياسي الحاكم له دون جريمة. كانت الشرطة الأمريكية قد فرضت طوقا أمنيا مشددا للحيلولة دون تجمع أنصار الرئيس السابق. I tried to sell her.